مع حضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. والحقيقة دلوقتي هكلمكم عن مبادرة أو عن مشروع هو الحقيقة ابتدى تقريبا من سنتين، ولكن هو مشروع مختلف تماما. المشروع ده اسمه المريخ، أو المبادرة اسمها مبادرة المريخ. الموضوع باختصار أنه كل إنسان في أي مكان من حقه أنه يعبر عن نفسه، يعبر عن نفسه بأي طريقة هو عايزها، يعبر عن نفسه بكلمة، يعبر عن نفسه بأغنية، يعبر عن نفسه بشعر، يعبر عن نفسه برأي، يعبر عن نفسه بأي شكل في أي مكان هو موجود فيه. أصحاب المشروع دول هم بيروحوا له وبيطلبوا من أي حد عنده أي رأي في أي موضوع يتكلم عنه ويعبر عنه. هنتكلم عنه بالتفصيل مع ضيوفنا النهاردة، هم مؤسسين مشروع المريخ. ومعانا النهارده مريم القويسني وهي مؤسس مشروع المريخ. صباح الخير يا مريم، اهلا بيكي معانا. معايا كمان رامي تدرس المدير التنفيذي لمشروع المريخ. صباح الخير يا رامي، اهلا بيكم معانا النهارده منورنا. شرحت المشروع مظبوط ولا حابين تضيفوا اي حاجه على المشروع؟ زي الفل على الشرح. انتوا ابتديتوا فعلا من سنتين يا مريم؟ من 2009. من 2009، يعني من قبل الثوره ومن قبل ما نفكر في اي حاجه خالص انتوا قررتوا انكم تعملوا المشروع ده. جات لك منين الفكره وجات لكم منين المبادرة دي؟ الفكرة ان هي ابتدت الفكرة ان هي مفيش مساحة في العالم الطبيعي، مش الانترنت وكده، ان احنا نقدر نعبر عن نفسنا فيها. والواضح ان الناس بتعرف تعبر عن نفسها وبتعرف تبقى نفسها في العالم اللي ما فيهوش ناس بتقولك انتي انتي قولي. عايز تقولي بالانجليش؟ لا، مش عايز اقول بالانجليزي. يعني انه الناس بتنزل تعبر عن نفسها في مساحه محدش هيقول لك ان انت بتقوله ده متخلف او صح او غلط. محدش هيعدل على اللي انت بتقوله، يعني محدش هيصلح لك اللي انت بتقوله تقصدي تقولي كده. اوكي، فجت لكم الفكره انكم حاسين انه الناس محتاجه تعبر عن اللي جواها. ابتديتوا تنفذوها ازاي ورحتوا فين وايه المحافظات اللي رحتوها؟ احنا في الاول عملناها في القاهره في اي حته كنا ممكن نجيب فيها صوت وناس ومحدش يضايقنا. يعني بنقول للناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش تعالوا، اي حد يجي ممكن عنده يقول لنا اسمه وعنده 5 دقايق يقول او يعمل اللي هو عايزه، يعبر عن نفسه بالطريقه اللي هو بيعرف يعبر عن نفسه بيها. وكل حد بيسمع له، كل حد بيحترمه. وبس. اوكي رامي، رحتوا فين وابتديتوا بمحافظات ايه وايه الاماكن اللي حسيتوا ان فيها ناس اكتر محتاجه تعبر عن نفسها؟ هو ما فيش مكان محتاج اكتر، هم كلهم كلنا محتاجين. لانه بيبقى في ساعات الواحد بيبقى عايز يعبر بس الضغوط بقى، الناس، العيله، الاهل، المجتمع ما بتسمعش. فالفكره نفسها ان احنا ننزل، هدفنا ان احنا نغطي كل المحافظات. لغايه دلوقتي احنا غطينا 5، منهم القاهره، اسكندريه، منيا، منصوره، واسوان، وبحريه. فبننزل بنلف شوارع بنقول لهم في ميكروفون مفتوح. بتنزلوا بعربيه وميكروفون؟ بعربيه مع نفسينا، ننزل على القهاوي في الشارع ايا كان يعني. اوكي، وبننزل نقول لهم في ميكروفون مفتوح يوم كذا الساعه كذا في الحته الفلانيه، وبيروحوا بيبقى في ميكروفون وسماعات وناس قاعده، وبنكتب اسمك او بتكتبي اسمك، وعندكم 5 ل7 دقايق اللي انتوا عايزينه، شعر، غنى، رسم، رقص، فضفضة، عياط، اي حاجه، فكره لاسعه، اي حاجه. بتلاقوا استجابه من الناس بسرعه ولا في ناس مثلا ممكن تتكسف او تفتكركم بقى بتصوروا حاجات؟ في الاول يعني ساعات في ناس فاكرين ان بنتبع لهم اريال، ما عايزين لهم مبروك كسبتوا معانا، عايزين ايه، مش فاهمين ان احنا رايحين مش عشان عايزين حاجه منهم، احنا عايزينهم هم اللي يطلعوا اللي عندهم يعني. فهي فكره مش مفهومه لسه، بس الاول بتبتدي بالاطفال لما ما عندهمش حاجه بتمنعهم. ف كل الاطفال اللي عندهم بيقولوه على طول، بس اما يبتدوا هم يعملوا يغنوا او يتكلموا او اي حاجه يعني الكبار بقى بيتشجعوا. ايه اغرب الحاجات اللي سمعتوها او ايه اكتر الحاجات اللي لفتت نظركم يعني لما لقيتوا حد بيقولها او بيعبر بيها؟ السؤال دايما صعب عشان احنا شفنا كميه ناس. احكي لي بقى. وكلهم يجننوا وكلهم يعني كل حد فيه حاجه كده تحفه ويعني. فما اقدرش اقول لك حد معين، بس احنا بجد اللي اتعلمناه ان في كل حاجه احنا شايفين اهو جزء من الفيديوز بتاعتكم. ده بيغني من غير كلام. هو بيقول زي الراب، بس هو بيقول كلام شبه الراب، بس هو ما قالوش، مش لغه يعني. ده في المنيا ده. ده يوسف. اوكي، في طفل مثلا قال لكم على حاجه استغربتوها فيها، حد كان عنده شكوى او عبر عن مأساة مثلا بيعاني منها حاولتوا تساعدوه فيها؟ يعني احكوا لي اكتر عن التجارب اللي انتوا يعني حكيتوا بيها، لانكم بتنزلوا الشارع والشارع مليان بحكايات، ف
فاكيد قابلتوا حكايات كتير جدا. ممكن اقول لك اكتر حاجات اللي بجد اللي بنسعى لها ان حد يبقى على طبيعته, يعني مش فارق لنا قال ايه او عمل ايه او مش فارق لنا اصلا هو طالع مين, بس اما يبقى هو على 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 طبيعته الناس بتستقبل اللي هو بيقوله. يعني اما حد يبقى انسان طبيعي بنفهم, يعني كل حد كل الناس بتهرش, كل الناس بتعيط, كل الناس بتزعل, كل الناس بتضحك بنفس الطريقه حوالين العالم على مدى العصور يعني. فاحنا عايزين نطلع الحاجات اللي احنا عارفينها بينا وبين بعض ونطلعها لفوق, يعني نوري الجهه الانسانيه لكل الناس بحيث ان احنا نتعرف على بعض من انسان لانسان. فهنفهم ان احنا قد ايه شبه بعض اكتر ما احنا بنبص على الحاجات المختلفه اللي بينا. اي حاجه يعني كل حاجه الاختلافات اللي احنا بنحب قوي ان نحطها في مانشيتات ونحطها في على كده. اوكي رامي, انتوا معاكم مين تاني في المشروع؟ مين تاني بيساعدكم ولا انتوا الاثنين كده بس؟ لا معانا فريق ضخم. مين بقى؟ شباب برضو زيكم؟ كله شباب. واحنا يعني ابتدينا في الاول تحت جمعيه نهضة المحروسه, هي بتاخد مشاريع وتكبرها. فبيبتدوا مثلا ياخدوا مشروع صغير لسه مش واقف على رجليه, يزقوهم من ناحيه مثلا من الناحيه الماديه, من ناحيه المحامين وازاي نبقى مؤسسه وكل الكلام ده, فبيزقونا على رجلينا لغايه ما نقف احنا وبقينا ننطلق. وبعدين احنا لمينا شباب برضو وبقى عندنا زي شويه جماعه كده هم اللي بيقولوا طب احنا عايزين دلوقتي نروح على البحريه, في مهرجان شخصيات مصريه في اسوان, ما تيجوا نروح هناك. في حاجات كده كتير. فهم مثلا يقولوا عايزين مثلا نبتدي نعمل تويتر مش عارف ازاي, عايزين نعمل تيشرتات. فهي مجموعه افكار بتفكروا في افكار وتحاولوا انكم تنفذوها كده. وغير كده في كل المحافظات هدفنا انه ما نبقاش احنا اللي بننزل مثلا المنيا. دلوقتي المنيا ابتدت تقف على رجليها هي لوحديها. ففي ناس من المنيا بعد مثلا ما ندربهم او نقول لهم فكره مشروع مريخ كويس وتاكد ان هم فاهمين الفكره وهيعرفوا هم يكملوا, يقفوا هم لوحديهم ويبتدوا هم يكملوا الميكروفونات المفتوحه مع نفسهم من غير ما احنا نضطر ننزل باسلوبهم هم يعني. طيب احنا معانا فيديو دلوقتي, تعالوا نشوفه مع بعض ونرجع نكمل كلامنا عن مبادره او مشروع المريخ. مرة تانية, ويمكن ده كان جزء من المشاركة مشروع المريخ في أماكن مختلفة. ده كان في مصر القديمة. مظبوط. أوكي, أنا عارفة كمان أنكم اشتركتوا الحقيقة في حاجات كتير, يعني اشتركتوا مثلا في اليوم العالمي ضد الالتهاب الرئوي, اشتركتوا في مبادرات كتير جدا, لسه هتشتركوا ده يوم 12 نوفمبر. مظبوط, يعني اشتركتوا ولسه بتفكروا في حاجات تانية تكملوها. فكرة انتشاركوا في أي حاجة أو في أي حدث بيحصل ده إيه الهدف منه أو ليه بتفكروا في التواجد؟ احنا عايزين نوصل لأكبر أكبر عدد. بالظبط, عايزين يعني لو عرفنا نوصل لكل إنسان في مصر هنعوز نعمل كده. عايزين نشوف ناس كتير, عايزين نتعلم الناس, عايزين نختني بالناس اللي موجودة, يعني كل حد عنده حاجة عايزين كده نزود فينا الأحاسيس بتاعتهم, الطريقة اللي بيتعاملوا بيها, تفكيرهم. فاما نعرف ناس كل ما نعرف ناس اكتر كل ما احنا بنكبر وبنفهم ويبقى عندنا قوه تحمل ان احنا نستوعب ناس مختلفه وافكار جديده, وبنقبل اي حاجه مش عشان احنا مقتنعين بيها بس عشان احنا عشان قابلين ان في ناس مختلفه وان احنا المفروض نتعامل مع بعض وان المفروض نتواصل كلنا, يعني مش المفروض يبقى في جاب كده او المفروض يبقى في فرق كبير قوي ما بيننا وما بين كل ال يعني هو هدف المشروع الاساسي هو ان احنا نوصل بين الناس, وان احنا الطريقه اللي بنعمل الوصولات دي
بان احنا بنعمل سيشن تعبير عن النفس، ونحن بنحاول نهيئ لهم مساحه مريحه امنه ان هم يقدروا يبقوا نفسهم من غير ما حد يخوفهم حاجه، يقول لهم حاجه، يعلق عليهم، يقول ده وحش ده حلو ده اي حاجه. يعني انت بتقول اللي عندك والناس تستوعبها وتقبلها زي ما هي كده.